لكن اليومين اللي فاتوا بسبب التغيرات المناخية حصلت مشاكل كتيرة جدا، حذرت منها الأمم المتحدة وبتتحدث عن انتشار مساحات الجوع في العالم. مثلا التغيرات المناخية أدت إلى مقتل 100 مواطن مكسيكي مثلا في موجة شديدة الحرارة. هل المكسيك فقط؟ لا، وفاة 13 شخص على الأقل في أمريكا بسبب موجة حر شديدة. والأمم المتحدة بتقول خلوا بالكم الجوع يغزو العالم بسبب تغيرات مناخية تؤدي إلى تراجع المناطق المطيرة في العالم وبالتالي قلة الحبوب. معي على التليفون دكتور جمال الأفندي خبير التغيرات المناخية بالأمم المتحدة. مساء الخير دكتور جمال. أنا مساء الخير أستاذ محمد على حضرتك وعلى السادة المشاهدين وعلى قناة المحور الموقرة، وسعيد باللقاء مع حضرتك مرة أخرى. يعني أشكرك. الرابط ما بين التغيرات المناخية وانتشار الجوع في العالم؟ هو حضرتك طبعا، أنا بس يعني هي طبعا أنت عارف حضرتك أن العوامل الطقس والمناخ من العوامل الرئيسية اللي بتأثر بتأثير مباشر على البيئة، وطبعا الزراعة جزء من البيئة. نعم. وبالتالي بتأثر على 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 الموارد المائية، بتأثر على على الزراعة وهكذا. لكن خلينا أستاذ محمد أدي لحضرتك إحصائية، أحدث إحصائية معمولة عن موضوع الجوع، إن فعلا طبعا الجوع أزمة كبيرة جدا على مستوى العالم. طبعا ديت نتيجة يعني أزمات كتيرة جدا، الأزمات الاقتصادية، جائحة كورونا، النزاعات اللي موجودة بين الدول وبعضها، خصوصا حرب أوكرانيا اللي أثرت برضو على موضوع الأمن الغذائي في العالم، وطبعا الدوائر الجو المناخية المتطرفة اللي هي زادت بطريقة كبيرة جدا، والتردد بتاعها أو عدد مرات الحدوث بتاعتها زادت جدا، وبالتالي أدت طبقا لأحد أحدث تقرير من المنظمة للفاو أو منظمة الأغذية والزراعة، من 193 مليون شخص سنة واحد عام 2021 ل 258 مليون في 2022. الكلام ده مرشح كمان للزيادة للأسف الشديد، لأن حتى الإنسان بدل ما الناس ما الدول يقعدوا مع بعض ويشوفوا أحل الأزمات الغذائية الغذاء على مستوى العالم والجوع اللي انتشر خصوصا في أفريقيا وآسيا، أصبح في صراعات تانية بقت موجودة، بقى كل دولة تقول لنفسي نفسي، وبالتالي إن عدم التعاون العلمي اللي هو يؤثر ويبسط الحياة في العالم. لكن خليني أبدأ لحضرتك بقى مثلا المهم في منطقتنا هو الجوع في العالم العربي، هبدأ لحضرتك إحصائية سريعة برضو نشوف من خلالها كمان إحنا وصلنا لإيه طبقا لمنظمة الأغذية والزراعة. مثلا عندنا 90 ارتفع نسبة الجوع في العالم العربي بنسبة 90% في آخر 20 سنة، 55% يعني بحوالي 53.9 مليون شخص عانوا من انعدام الامن الغذائي الشديد من 2021، بزياده 55% من 2010. الثاني مليون 154 مليون شخص عندهم انعدام تام للامن الغذائي او الشديد اثر في العدد في هذا الرقم سنه عام 21. في عدد ثاني 162.7 مليون شخص في العالم العربي لم يستطيعوا تحمل تكلفة نمط غذائي صحي. الأسباب التغيرات المناخية السبب الرئيسي؟ طبعا التغيرات المناخية سبب رئيسي يا أستاذ محمد، لأن التغيرات المناخية بتعمل حاجة اسمها الطقس الحاد. الطقس الحاد ده معناها ظواهر الأزمة الرهيبة، إن مفيش دلوقتي سيستم على مستوى العالم، مفيش نظام يقدر يتنبأ التنبؤ الصحيح أو جودة التنبؤ بدرجة كبيرة جدا، خصوصا بالطقس الحاد. الطقس الحاد دي تقلبات فجائية، يعني زي ما حضرتك مثلا في الأيام اللي فاتت شفنا مثلا جو مطر في وقت المفروض مش متوقع فيه. ليه؟ لأن دي ظواهر فجائية بتحصل، وبالتالي الأنظمة العالمية غير قادرة على تتبعها، وبالتالي احنا دلوقتي مثلا قاعدين دلوقتي يا أستاذ محمد بنعمل بروجكت كبيرة جدا على أساس إن احنا نعمل تحسين للتغيرات الحاده اللي بتحصل ديت، ونعمل نظام تنبؤ عالمي بحيث ان هو فعلا دقه التنبؤ توصل لدرجه معينه، وبالتالي نقلل من حده الكوارث اللي هي بتحصل نتيجه التغيرات الفجائيه او التقلبات الفجائيه في حاله الجو. اديني حلول بقى، يعني الدول اللي بتعاني وبيقع عندها كتله سكانيه بتعاني من الجوع، الدول دي هتعمل ايه؟ ما الامطار مش موجوده.
ده حضرتك الأسوأ من كده يا استاذ محمد. في كمان الجوع، مش الجوع فقط، الامراض انتشرت بطريقه كبيره جدا. ليه؟ لان نتيجه التقلبات الحاده ديت حصل هجره للامراض من الجنوب للشمال. بمعنى ايه؟ يعني انت حضرتك في امريكا قريب كان في تقرير طالع قريب جدا ان حالات الملاريا بدات تنتشر في 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 ولايات امريكا، خصوصا في ولايه فلوريدا. ودي كانت حالات نادره جدا يا استاذ محمد ان كان يحصل في امريكا، لكن لانه معروف مناطق الملاريا في العالم كانت معروفه. لكن دلوقتي بقى في هجره للامراض من الجنوب للشمال، لان الشمال اصبح اكثر دفئا، وبالتالي الامراض كمان حصل لها انتشار من الجنوب للشمال، وبالتالي هي نفسها كمان بقت تهاجر، وبالتالي الانسان بره بيهاجر من المناطق اللي ما فيهاش انعدم فيها الامن الغذائي لمناطق تكون رغده. وبالتالي اصبح دلوقتي التعاون اللي بقول لحضرتك عليه بين دول العالم اصبح ما اصبحش رفاهيه، لكنه اصبح ضروره ملحه مهمه جدا. ان لازم انا اوجه لك دعوه على الهواء. تشرفني دكتور جمال في الاستوديو، لان الموضوع ده كبير ومهم وخطير واكبر من مداخله فقط. اشكرك دكتور جمال الافندي، خبير التغيرات المناخيه بالامم المتحده.